أعظم من تشتري يا سيدي هو أن تشتري راحة بالك، وأعظم من يستحق الراحة هو القلب. أحبب من شئت لكن لا تكره أحد، أحبب من شئت لكن لا تكره أحد. أنوي الخير فأنت بخير ما دمت تنوي الخير، أنوي الخير فأنت بخير ما دمت تنوي الخير. أطرد الكراهية كأنها فيروس، أطردها من صمام قلبك، لأنها إذا دخلت أثرت على أعضائك. العقل سينشغل بالكراهية، حتى السلام سينبض كراهية أن رأيته وصافحته، حتى النظرات ستنبعث من الكراهية. الناس تكاد تجزم أنك تكره فلان من نظرة عينك، والناس تجزم أنك تحب فلان من نظرة عينك. فإذا كانت العين تتأثر بالمحبة والكره، فما ظنك القلب والعقل والسمع؟ إن كرهت فلان لن تسمع منه ولو كان يقرأ القرآن، هكذا طبيعة الناس. وإن أحببت فلان ستسمع منه كل شيء ولو كان يتغنى بمزامير السحرة، هكذا طبع الناس. لهذا اشتري راحة بالك وانطوي على نفسك وعش سالم الصدر. الله عاتب نبيه سيد المرسلين إمام المتقين محمد عليه الصلاة والسلام، عاتبه لأنه كاد أن يهلك نفسه من أجل الناس أنها لا تؤمن، فعاتبه الله أن لا يهلك نفسه من أجل هؤلاء، لأنك إن أهلكت نفسك من أجل هؤلاء ضاع الهدف. وهدفنا في هذه الدنيا بعد أن نعبد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هدفنا أن نسعد. فالدنيا خلقت لنا بأنهارها وبحارها وسمائها، فلن أجعلك أنت من يحجب عني نور الشمس ولا سعة السماء ولا جمال الأرض. سأحيا لذاتي، نعم ليست أنانية، لكن لا أحد يستحق أن يشغل ويكدر حياتي من أجله. لهذا علموا أنفسكم أن القلب يبقى نظيفا، فإن بقي القلب نظيفا سلمت سائر الأعضاء، سائر الجوارح. نحن نعاني يا سادة، نحن نعاني من الناس وكلام الناس، ولا أحد يسلم من الناس، وكلنا يحفظ قصة جحا مع حماره وابنه، كلنا يحفظها لكن كلنا لا يطبقها. عش سالم الصدر وانظر لدنياك وانظر لذاتك. أولى الناس أن تنظر إليه هو نفسك.